عندنا في بلدنا قانون يقول إن المتوفى يورث يرثه كل أولادي حتى لو كان أحد قد توفي قبله، هل يجوز أخذ هذا الإرث علما أننا مجبورون على الأخذ بهذا القانون؟ يعني هذا أظن في أكثر بلاد المسلمين الآن يقولون بهذا القانون، وهم أنهم يورثون ابن لابن إذا توفي الابن في حياة الأب، يعني إذا كان الجد عنده أبناء 5 مثلا ومات أحدهم في حياة الأب، هذا 5 الأبناء عنده مات أحدهم، وهذا الذي مات عنده أولاد، فأولاده يرثون جدهم مع وجود أعمامهم اللي هم أبناء مباشرون للجد الصحيح لا يرثون. وذاك يقول وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وهذا شبه اتفاق بين علماء المواريث والفرائض أنهم لا يرثون لأنهم محجوبون بالأقرب، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود، يرث مع وجود البنت لكن مع وجود الابن لا يرث، يحجبه الابن. فبالنسبة للقوانين للأسف أنه يعطونه ميراث أبيه بشرط أن لا يزيد على الثلث، يعطونه ميراث أبيه بشرط أن لا يزيد على الثلث، وهذا غلط. وإذا كان وقع للإنسان هذا الأمر لا يأخذ هذا الميراث، وإذا أعطوه إياه رغما عنه يأخذه ويرده إلى الورثة ولا يأخذه لنفسه، ما يجوز.